اكتئاب ما بعد الولادة هو من الحالات اللي يجب أخذها بعين الاعتبار، وبتحتاج فيها الأم إلى المساندة النفسية والمعنوية سواء كانت من الزوج أو الأهل. تظهر فيها تقلبات بالمزاج، نوبات من البكاء والقلق مع صعوبة في النوم. عادة ما بتكون هذه المشاكل طفيفة والمدة لا تزيد عن 3 أيام، بس في بعض الأحيان بتكون أكثر خطورة والمدة قد تصل إلى عدة أشهر. أسباب الاكتئاب هو عبارة عن تغيرات جسدية ناتجة عن انخفاض مفاجئ لهرمون الاستروجين والبروجسترون، وكمان هرمون الغدة الدرقية، مما بيجعل الأم تشعر بالتعب والخمول والاكتئاب. كمان التغيرات العاطفية، فلما الأم بتكون محرومة من النوم لفترة طويلة بتواجه مشكلة بالتعامل مع المشكلات البسيطة، بتكون قلقة على قدرتها على رعاية مولودها الجديد. كذلك التغيرات الجسدية المرافقة للحمل والولادة، بتشعر الأم أنها أصبحت أقل جمالاً وجاذبية، وهذا كله بزيد من شعورها بالاكتئاب. كيف منعالجه؟ أول شيء مساعدة ودعم الزوج والأسرة بشكل كبير في علاج الاكتئاب وتخطي هذا الشعور، وخاصة عدم السيطرة أو القدرة على القيام برعاية الطفل. كمان منحفز الأم على القيام بالأنشطة الجسدية زي المشي أو الركض لتحسين قدراتها الجسدية، وتناول الأطعمة الصحية وشرب كمية كافية من السوائل. من الأشياء الأخرى هي تجنب العزلة والحرص على التحدث مع الأشخاص والمقربين والخروج معهم. وأخيراً ننصح الأم بتخصيص وقت لنفسها لممارسة أي هواية أو شيء بيشعرها بالسعادة والتقليل من التوتر اللي بصاحبها. أخيراً اكتئاب ما بعد الولادة حالة بتصيب نسبة عالية من الأمهات، واجبنا كلنا نوقف معهم ندعمهم لتخطي هاي المرحلة.